دعت وزارة الداخلية إلى الانضباط ومراعاة السلوك العام خلال الاحتفالات العامة وتجنب الاختناقات المرورية في بعض المواقع وتجنب القيام بأي أفعال أو أعمال تعكر أو تضايق الأسر أثناء الاحتفالات الوطنية أو الإدلاء بأي بلاغات كاذبة. وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ قال إن القطاع أعد خطة أمنية متكاملة لمواكبة الاحتفالات بالذكرى 56 للعيد الوطني والذكرى 26 للتحرير، مؤكدا أن الخطة ترتكز على دعم الإيجابيات وتلافي السلبيات التي ظهرت في الاحتفالات السابقة وتعالج مواقع الخلل، كما تقوم على توفير الأمن للمواطنين والمقيمين وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتفال بأمن وأمان.